أن تعزف ويستمع الناس إليك فهذا أمر طبيعي، ولكن أن تعزف على نغمات موسيقى لا تسمعها فهذا هو المدهش. نعم، فأعضاء هذه الفرقة كلها من الصم والبكمة وفي عالم الصمت يعيشون. هذه الفرقة سميتها فرقة تحدي، تابعة لمدرسة معوقين 70 لولاية عين تيموشن. فرقة تحدي هادو بداو معايا ملي كانوا صغار، سما انا قعدت غير بشويه نحببو في الموسيقى، وما كانوا شويه متردين صعيب شويه قال باش تبانوا باش. الحمد لله هما لقيت تجاوب معاهم، وكما قال لك بشويه درنا عده تظاهرات عده حفلات، الحمد لله راهم كما قال لك راهم في تطور. انا قلت لا، علاش هادو ما يشاركوش في الثقافه؟ دار ثقافه تحضنهم وديرهم ويلعبوا غايه، ماشي زعما ناس معوقين. صحيح هادو قلعوا الاعاقه، سما هذه سميتها فرقه التحدي، يعني الاعاقه ما كانش. لا يسمعون ولا يتكلمون، فكيف يعزفون؟ في الحقيقه اعضاء فرقه التحدي يفعلون ذلك حسب احساسهم. هذه الفرقه التحدي الاولى في العالم، ونتحدى اي واحد يقول لي ما كانش فرقه كما هذه الاولى. وهذه الفرقه درك ما ولدتش فرقه التحدي، فرقه التهميش، راهم مهمشين من الاطارات من الوزاره كما وزير التضامن اللي قد دير انتفاضه. الحمد لله هذه الفرقه خدمت للسفيره تاع لا سويس، جات على خاطرهم تاع كما نقولوا اليونيسف، جات هما اللي داروا لها التكريم فرقه، وهي بروتان خلعت بلي كاينه فرقه معوقين سمعيين، بصح ما لقيناش صدى، ما كانش.